السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وواجهت بلجيكا مقاومة كبيرة من البنماميين خلال الشوط الأول الذي قدم فيه ممثل الكاريبي أداء قويا ومتماسكا في مدينة سوتشي جنوب روسيا، إلا أن بنما لم تصمد كثيرا في الشوط الثاني حيث افتتح داريس ميرتيانوس التسجيل بعد دقيقتين من انطلاق الشوط من تسديدة هائلة قبل أن يضيف المهاجم روميلو لوكاكو ثنائية في الدقيقتين 69 و75. وتعد هذه النتيجة ثاني أكبر نتيجة في المونديال حتى الآن بعد فوز روسيا على السعوديات بالافتتاح بنتيجة 5 أهداف نظيفة. وبهذه النتيجة تتصدر بلجيكا المجموعة برصيد 3 نقاط قبل مواجهة إنجلترا وتونس في وقت لاحق اليوم. وتواجه بلجيكا تونس بينما تلتقي بنما مع إنجلترا في الجولة الثانية من المنافسات.